بعد دخول مسبار الأمل إلى مدار المريخ بنبتدي مرحلة التأكد من جاهزية الأنظمة اللي موجودة في المسبار بعد هذه العملية، وخاصة الأجهزة العلمية اللي موجودة عندنا. من تم تقريبا ما حوالي شهرين في هذا المدار، ومن ثم بننتقل إلى المدار العلمي عشان نبتدي دراسة الغلاف الجوي للمريخ. هنا تبتدي مهمتنا العلمية. بنتم في هذا المدار ما يقارب سنتين أرضيتين، اللي هي تعادل سنة مريخية كاملة، بحيث أن نحن نقدر ندرس الغلاف الجوي في جميع الفصول ودراسة التغيرات أيضا بشكل يومي، عشان نوفر بيانات ومعارف جديدة ما كانت متوفرة عندنا قبل.